عمار محمد غالب الغرافي، والله نستقبل رمضان بالخير والبركه والكلمه الطيبه والتسامح، بس بالنسبه للقوى الشرائيه عند الناس ظروفهم صعبه اصبحت، يعني تجد ناس يشتروا كثير ناس يشتروا قليل، والفلوس يعني عباره عن دخل، في دخل ما الدخل عند الناس قل ما هو زي ما اول، والاسعار برضه مرتفعه، تقول التجار ليش؟ يقول لك ارتفاع الدولار، ارتفاع السعودي، ارتفاع هذا الذي ادى الى زاد البلاء على البلاد. يعني الان عبد الرحمن الحاج من محافظة تعز، الان مرينا في هذا رمضان، يعني بداية رمضان الحالة عند الناس حالة تعبانة مرة، المعيشة تعبانة، الأسعار مرة مرتفعة. مرينا بمعظم شوارع تعز ولدخنا القمامة بالشوارع، الأمراض الكوريلا والمستشفيات، يعني مستشفى الثور الآن مغلق، والله يعني عيشة تعبانة عند الشعب. اسمي احمد عبد الله الشرعبي، استقبل رمضان بالخير وبالصيام وبالكلمه الطيبه، لكن الناس ما يلاقوش الان. رمضان الاول كان السابق كان الناس يخرجون، ما تقدرش تجزع من قدمك من الزحمه، الان الناس عايشين ما يلاقوش حق الطمط، ما يلاقوش حق الاكل والقوت، عايشين في بيوتهم، لا رواتب لا وضع، القمامات مرميه في الشوارع، الوضع شمات، الناس عايشين بفقر. أين القادة؟ أين الناس الطيبين؟ أين فاعلين الخير؟ يشوفوا الوضع الشعب اليمني كيف عايش. عصام سلطان سيف، المديرية قبل حبسية، محافظة تعز. الوضع، شوف بالنسبة للوضع في محافظة تعز، الحمد لله الريف ثاني والمدينه ثاني. بالنسبه للمدينه السنه ما فيش يعني زحمه زي ما كان كل سنه مع شده الحروب والمشاكل. بالنسبه للمدينه خفيف قليل، خاصه بالشارع هذا. والريف بالنسبه للريف يعني الاستقبال عندهم خفيف، مش كمان زي كل سنه مع قله الامطار وشحات المياه، وإن شاء الله نقول في تحسن.